ويسأل عن حكم زيارة النساء للقبور وخاصة في المدينة المنورة كقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومقبرة البقيع ومقبرة أحد. زيارة القبور خاصة بالرجال، أما النساء فلا يجوز لها أن تزور القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور لهذا الحديث: لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور. نعم.